جاجي رصدي مجيمبا ما جامبا مسجها وارر بي أرين تيدو جوهوكتا سوكان جريان وذي دنكالو جانجيه رصدي. وعليكم السلام سودوالسي شاركريا وحواي وحيرا الربعين مشان كسو جيديو ان شاء الله سي شرقرية سي جارسية ماركا وحواي جليلا دا ما قدبا جردنا مقريبا جلبسكنا مبهلبا أنا جلول ذيدي مواحا جريبا تتكلم جركا خار جرجيرو لسيدو يهي هدبا جيغا كوديغا إيه أندنا بحشرين كويدين سلام يا سودوا سودوا جالي لذا ما قدبا جردنا مقريبا جلبسكنا مبهلبا أنا جلول ذيدي مواحا جريبا وايدي سلام يا سودوا سودوا مركو عربا انا كهضلو ادو الهي روالسك يعني وقتي قال اسكي قدو ما هي سهي ما شاء الله تبارك الله سودة وادا سي شير قرية وعن رمعا انا كهد الله عبد الله سودة وعليكم السلام مركا وحواي وحن رمعا انا كهد الله الرمير و دينا عن سومالا مقو برعوها دو حان اركا داوها جامعة برعاكو تالي كتابه قرانكا كرينك كلامك إلهي قشقوب كل قدر عيو وعليه هاي مضاح السومالي لان هدارا اللي كتين إن الدين تلقو عيارو يعني كلامك إلهي لحفظو عيو وقو عري إلهي ما هيسو وجامعة داس إلاقا قادة دادك يعني كتابها قرانك يبوغوكت انت اسكسو لحدريني قشقوب كوشوين دادك رايتك ها والله بلا المير ير او توانجر يما عنك قران توانجر ايه اسيرين قشقوب كان حي ماشي لقصود هذه فيري اسيرا كتابك قران كمركي اركين ايه رير يعني اي بل يعني مقالة انت كل نقضة يعني دادك سوحيرين كالايا فيري كتابك قران وا المير ير او توانجر ايه لحجر ايه شانجر وايا الما اساس رهايا داد وين ايه جامع عبدكو جامعاتها مسؤولك معلمين دتك هوس حتى قشن قاضيو وعلى الربا إن تلا بشرع لقى قاضى سومالي لأنه على يهاي دتك سومالي ذي كلامك إلهي يعني كلامك إلهي حفظه وياي كتاب كتابك قرانك حفظه وياي قش قبكو إنه قدر الربا وإن تلا بشرع كقاضى هدا إلهي كعبصايا ما ذحد السومالي لأن هدا إلهي كعبصها يانو وياي مقطع إلهي كعبسا إلهي كلام كيس كراميها يعني وحوا يا دتك صاص وحي يلي دتك كتابك إلهي قشن قبك كسوء نحدري كتابك إلهي كرامي ديدي إيش لأن مضى الشيغة هايو جامعة ده هديقا يو جامعة ده سمحاك السوصار ماي إلهي هلا عبسا دي هل بالو هل بالو كتابك اللي هاي أنا أقول إن مال هل بقوطة على آيات قرآن إسكدا يا كتابك يو كامل لي إلا ما تقشقوبك الله ديبو والله حرام عليك حرام عليك حرام عليك سومالي لان وحبها أصطو وحا إني كل إيديها يي جامعة دا أولا دا هاي أبارسا إني كل إيديها مسقولة دا ليسك سوهر جيدية حدا نكتابك قرانك أساسية ليسي أرعري إلها صوص عطي إرار سومالي لان وعري إلها نيكو صوص عطو نينك ديد دينت إلهي كوحد قدبو دينت إلهي نيكو كوحد قدبو نولول مقارو نحريس نمحيلو عرا إلها كسو دول دكتو دادك شعبك وانا لسو عرحيرا دادك أمانتا كتابك قرانك ساس يعني لولك كتوري
جامعاتاس ka shaqeeyo ilaa macalin ilaa agaasimo in la soo wada xirxiro waay wallaahi billaahi hadday kitaabka qur-aanka meel idinka saaran yahay ee kalaamka ilaahay idinku weyn yahay tilaabo sharciya qaadaysiin hadduu kitaabka ilaahay idinku weynaynina waa abaarso wixii ka socday muuse yani faysal cali waraaboo dhahaayo laba nin amba saddex nin oo isqabta hargeysa dhexdooda lagu arka shiiqaa yiray shiiqa wuxuu aragay u sheegyay waana sheegayaa hadda ka jawow kitaabaas qur-aanka ma hayaalaane saas loo soo yacni loo soo dandareeyey ka jawow faysal cali waraabow waxaa idin leh walaalayaalow diinta ilaahay wixii lagu waayo wax kale lagu mayele kitaabka qur-aanka wixii lagu waayey wax kale oo lagu helayo adduunye iyo aakhiraba ma jirto labadaba asaana anfacayo adduunyadayna aakhiradayna asigaana anfacayo asiga ayaana anfacayo marka waxaa leeyahay dadka soomaaliyeed ee shacabka ka damqada horta waa mahadsantihiin oo kitaabkiina qur-aanka waayo niigalama xiga diinta waa wada leenahay oo ilaaha islaan naga dhiga alxamdulilahi shukra rabbilcaalamiin ilaahay nagu sugo diinta islaamka alxamdulilahi shukra rabbilcaalamiin dadkasa diinta qur-aanka ilaahay saas u galaya waa inaas tilaabo sharci laga qaado waa inay xukuumadda soomaaliland tilaabo sharci ka qaado waa inaa lala xisaabtamo waa inaa lala xisaabtamo waxyaalaha qudood waxaan laga cayaarinaa jirto waxaan laga ciyaarinoo lama taabtaanaa jirto tana ka mid eh waxaan laga cayaarin ee lama taabtaanta ee tana ka mid eh marka waxaa idiin leeyahay walaalayaalow waxaan rabaa inaan ka hadlo wax kalo mid kalena waa u socday haddaa kitaabka qur-aanka yacni soomaaliland halaha aan u wada hadda intaasay aheed inay tilaabo sharci ka qaadaan waxaan rabaa inaan ka hadlo dowladda federaalka aan u diro warbixin hadda media aan ka dhagaysanay ee la leeyahay ciidamo oo ingiriiska ka tirsan oo ciidamada lugta ah aa la keenayaa aa soomaaliya hadda la keenayaa nabad sugid iyo argagixisay la dagaalayanaa maqlay kolley dowladda iyo iyadoo lasoo maray lama keeni karo ilasoo dowladda waxaa leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo horta hadda ka dambe inay ciidamo noo yimaadaan waa ka xunnahay calaykum assalaam warjeegasano inay ciidamo hadda ka dambe inta noo yimaadaan amisona hadda na dhibaysa haddana ciidamo kale horna lala soo geliyo horta waa dhibaata hadday naqa haysane ay naqa haysane waxay yareen baydhaba degayna baydhaba ha dejinin baydhaba ha dejinin shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose haba saldhig hayaa laga siinin haddii leyla tashahayo waaye haddii leyla tashahaayo ee madaxweynaha lacala dadka shacabka codkiisa waxaan u dhahayana waa sababayha waxaan u dhahaya baydhabaya waxa laga siinin ee saldhig waxaan u dhahayana waa idin sababayha waxaa idinku sababayha waxaa laga dhigaa haddii lacala hadda saldhig la siihayo dhinacan mudug galmudug ha laga dhigo ha laga dhigo meesha ay hadda yacni ay waxay joogaana al-shabaabka galmudug ha laga dhigo amba gaalkacyo ha looga dhigo ambo magaalooyinka kale ha looga dhigo dhinaca mudug hala dejiyo maxaa idinku sababeeha dhinacan mareykanaa degan mareykan hadda wuxuu degan yahay beledoglo dowlada daacada ma aho dowladahan haddii lays ag dejiyo wax badan wax badan dad mucaarada a soo baxayo waxay rabaan argagixisada ayay kaaba hubka siiyaan oo waxeeya ciidamada lugta waxa loosoo dirayo ee shalay markaan ciidamada xataa ciidamada ayna hoos ahaayeen ee noogu soo diri diidaan waxaa lihi timir lafaa ku jirto timir lafaa ku jirto mareykanka hawada sar u kacayaraa markii hore hadda biraata hadda waa la joojiyey meelo wareega iyo waa saamihayna ay joojiyaa liir waxaa la ogaada ayaka inay tababaraano argagixisada ayaka inay tababaraana la ogaaday haddii lagu yiraahdo ciidamo lugtaa keenayaa timir lafaa ku jirto hadday naqa haysane dhinacan dhinacan mudug dadka reer mudug aa dhiifoon dadka shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose ma dhiifoono ana idin sheegayo dadka aniga caaymo elose dadka reer mudug kama hoos baxdo mudug dadka jooga waa ku ammaanan yihiin
galmudug dadka jooga way ku ammaanan yihiin, daday ka hoos baxda mooho. Waxaa leeyahay dhinacan gobolka mudug hala dejiyo, hala dejiyo, dhaqdhaqaaqooda hala la socdo, waxay sameeyaan hala la socdo, intaasoo talaan sii lahaa dee lacallah la soo gelaayo ciidamada. Waxaan u dhahayna waa idin sababeeye, waxaan u dhahayo waa idin sababeeye madaxweyne. Waxaa leeyahay haddii lacalla ogolaashadaadu ku umahayaan, baydhaba yaa la dejinin, Ingiriisya baydhaba la dejinin, haddaan leeyahay yaa la dejinin oo xero laga siinin. Waxaa leeyahay haddayna qayso mudug dhinaceed ha laga siiyo, Soomaaliya u dagaalamayna dhoomayso dhinaca mudug ha la geeyo, dhinaca mudug ha la geeyo. Dadkan shabeellada dhex iyo shabeellada hoose dego waa dad iska qabow, yacni ana runta ku sheegaya dad waa qaboobiya ayaka dhambo ma dhiifoono fahmi. Dadkaas hadda yacni gobolkan waxa loogu socdana waa ku sheega dhismadiisa socoto, lafta gareen waxa gobolkiisa loo degaya la dhismadiisa socoto. Soomaali hore kaceedu ka kow yahay, dhismaa ka socoto, dadkii shacabka waa wayda xiriiraan. Waxaa la arkay inay yacni socoto gumaysiga dadka ay waa yaqaanaan, dadka gumaysiga soomaaliyeed kusoo tala galay waa ilaala lagu dirsanin. Gobolkan hadda waxa loogu socdo bay, waxa loogu socdo Koonfur Galbeed, waxa loogu socdo dhismaa ka socoto, dadkeedii waa hagaageen, dadkeedu waxay noqdeen soomaaliga dhabka ee maanta oo lagu dhaarto waa dadka Koonfur Galbeed ay hogaansameen, ee madaxweynahooda u hogaansaman, oo dagaal rabin, oo balaaya rabin, oo mucaarad lahaynin, oo siyaasi mucaarada lahaynin, ee dhibaato ka jirin, oo xasiloon waayo. Waxaa leeyahay hadduu inuu gobolkaasi xasilnaada rabto, mudane madaxweyne gobolkaasi inuu xasilnaada haddaa rabto, Ingiriisa dhex geynin. Ingiriis waxaa geeyay haddii lacalla ciidamada lagu heshiiyo, waxaa geeyay mudugay mudug dadkiisa dad indhaha kaala soo baxay waayo, indhaha ka faraysahay, labada shabeelladaba hadajin inuu magaalo madaxda soo xigto tala iga tahay hadajin. Yaynu u dhowaana ciidamada Kenyaanka oo waxa joogo jubbada dhex iyo jubbada hooso, daji mudug la soco, intaasaa leeyahay madaxweynaha, intaasaa leeyahay. Waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo gobolka Soomaali Galbeed, inaa yacni tala ku darsado Soomaali Galbeed, inaa tala ku darsado. Waxaa idin leh horta Itoobiya waa burburtay, ana hadda idin dhahay berigu war meel iga xira, Itoobiya waa burburtay. Anaa ku dhahay dagaal sukeeyo, markuu dagaal markuu dhacyo, jabhada markay kacaano, waddanka kama raay karo. Yacni wasasaanti Soomaaliya burburisaa ku socoto, mana toosayso, maalin walba Tigreega magaalo u qabsayaa. Waxaa idinka codsahaa Soomaali Galbeed, horta xurnimadiina waa helaysiin oo Itoobiya inay burburto dana idinku jirto, dan xurnimadiina helaysiin oo Soomaaliya ka mid naqaysiin. Waxaa la rabaa marka dhalinyarada gobolladaas ka soo jeedo, waxaa la rabaa haddii xataa yacni ciidamo inaa dhisatiin ila diidan ila kora idinkala haasta oo Itoobiya ka mid tihiin, haddii inila diidan xataa xamarku biira saa biri u difaacdin gobolkaas, Itoobiyada burburto ugu difaacdiino. Waxaa leeyahay dhalinyarada gobolkaas gobolladaas ku nool wiilal iyo gabdho saa ku tihiino, soo aada xamar oo ciidamada qorta. Waxaa u qorahaysiin Soomaaliya haddaad qoratiino, tababar idinla geeyo wax idinka celaaya ma jirto, soo qorta. Itoobiya hadday burburtana waxaa ogaayaysiin Oromo iyo Soomaali iyo Xanfar maanta meel iga xeera. Haddii anaka dowlad qubad naqano oo qubad kala daastaanta iska dhaafnay dowlad dhisan naqano, Soomaaliya raacayaan, Soomaaliya ay raacayaan gobollo ay ka taliso Soomaaliya ay naqaysa, ay federaal la wada qaata. Markaas sasaanta soo socotaan ujeedaa aniga, sasaanta soo socotaan waa ujeedaa. Waxaa leeyahay Mustafa Cagjar, haddaa ciidan aday dhisi karta dhiso, gabdhaha iyo wiilasha militarika wada dhigo, haddaa aday dhisi kartid, haddii kor cadaadiskaa saaran yahay dhalinyarada ha tagto, ha tagto,
هتكت مقدشو صوماليا تستورك وعاكو قران كقودة قبر الدهر كسو جيدو إنو صوماليا هاي عاكو قران مدح وينو كنقا كريا رئيس الوزارة وكنقا كريا وعو كنقا كريا صومالي كلامة بحن ولي قميسي أنا كلا جرجر ما نتستور كأنه وعكو قرن كان جبود كيمد يكو جدا يجيجا كيمد يكان جارس كيمد تستور كأنه حق وحوسيها حق وحوسيها وعربا إنه كديك كرو هكفى إذا استانو هدو علاس كسارة يا مع يعني مصطفى عجر هدو علاس كسارة نينين قبلها يويلش عيدا كديكو قبلها يويلش عيدا كديكو وعليري أدوك وعكو فكرة بقول كسر وصوص عطوحي قبص الله هاين أنك واكلا دات سن هاي بقول كسر وعي صوص عدو وحا المين اقو تقين مقرن صوم عليها دانا نبيرق عيش كان عنا انو ما دافن وحا في عن سياسة انا استراتيجي لاد هاي سياسة انا وحفك لاد هاي وحا لايا انت صالي هاي صوم علي قلبة دعا لايا اسكو تشتا اسكو تشتا اسكو تشتا مال والبنت إثيوبيا سيد لوج عيارة ولوج استجو عليه بعتر موقتا دب كان ليس كويكتا وينو دا حيس أذي جوا دار أربات كقص ليس يدوش ماي دماي قرار كي ودنا ددمس وأورمان إثيوبيا ندمس إلين مانت سعود عربية سيدا أني لغوية لجركة درنا لغوية لها حفزي هذا يكورين وعيري دولة والبا هذا هو عركتين دولة دي نسان بي إسلام مركة دي ورقد لغصوص على نسان بي وسيدي سيداتك دولة إنا لاد هذا من مكو لاد وعالي رمركة أني كان نحماي إتوبيان كان نحماي إتوبيان كان نسوقعي مقدشيك سوقعي أسيق باي وعيري صومالي قلبت مرك إني إسقطت الشيطان رما صومالي قلبت إني إسقطت الشيطان رما بريكم مالن دب قيمة إسق الدفاع كرتو بريكم مالن إثيوبيا دي لغو كلب لغو كلب إني قبل كده دفاع كرتو أي قبل كده دفاع كرتو رج يدمر أنت بقارة غادي كرتو يعيد النقدانو صومالي هدانا نوحاواي إنا تشنو أو تشنوواي صومالي هدانا إنا تشنو صومالي اسمه ارتحقيدي واسو داهيري حقيدي واسو داهيري حقيني وايمت إنجريس رحمد نوغو إمادو مهايو داد بوبوني هايوان أركايي عيدا ملوك هدان مقاشنا وحالا ربا عيدا ماضي إلا دحقلو وحالا ربا إنا وحلا كلا فرفرو إنا دادك الله بيو إسعان كلا إنجريس نيقو ما سوص عليها دي الله على إنجريس عيدا مدي سلكينا يو يا شابه لده هو سلد جنين يا باي بكل لغا سينين حتى كلية محمد عبد الله فرماجو تلاي إغتاي تلاي إغتاي يا لغا سيني سلدك سلدك دي لغا سيني مدب كلا سو حجيو مدب كلا سو حجيو دي نعم مدب كلا سيو سيبا وحاها لغا سيو دي نعم قال مدو يعني قال كعيا حق هذا حلقة سيو قال كعيا حلقة سيو هدي الشباب لا دقال ما يانو عيل داري عيل بور يو لول كساك بحيانو يا اللي حجنين وايدي الشيغي قبل كان يانا اللي سود جني انجريس انو لسما هدي الله ربا لسما اكو صعوت قبل كفر قلبيت الله سياد شو إلهي دادكيس إلهي أهو قامييي وداد صومالي داد جعلي النبات كنول دولت كنول واي داد كرير كوفر قلبير دولت كنول واي معارض ماله أو محافظ ماله أو دولت دودة دين عكا قبصدين أو عالم كودي يعيد دودي يوحق ودي عسيين واحا مانت لوغو وحدقا ياني وإن لكالات داديو أو معارض لو ييلو أو داد كارك كحصد لوغو حيوجيو شاشاي إي عدان أرك كحصد أيكا دابد كوتانو كنت إذن شغية ولا مريكان ولا إنجريس أي كدابد قوتانو وحا إذن لا يشالي وافحنتين مريكا كمركو يعني مالا أصاني هنا انتيرهانو إيه إذا ماذا هكوذي انتصاصيانو لقصو دقيجر وأكتين إيه ماشي حيهد إيه ماشي حيهد مقعيدي ولا وين
ولا وين يدولكاس إيه هاد إيه مقع سيب يعان ولا وحام مركاتي كهدين هبكي أو مراكن كهاستي إن لغو سود دوقي حرادة كتال سبيب يعان ولا لح ساعوها بين ميتكا تغنيرو كرميرا سميهينا إيه وحام كسو سميهينا إيه هاد بناكا سام كرميرا كسو سميهينا هبكي نفسي أكسو داعي حرادة ياساسي كوبو كرميرا سميهينا داينا أوجيين شبابك هر قلبد لغوس مدينو كتاليها باهاشو والا سعيرا مدعوينو اداب ايقا فيعنو انتا سوصانو كسو راح جرطي اني فكرة دي دينا مسكا دي دينا حواي تلا ايقا تهي تلا ايقا تهي دي انجريس احتا الله على الله عيدا مديس اللي سو قليا عيدا مدى اللي شاقا اللي كينا يو مدوك هلا دجيو وا ايقا تلو مدوك هلا دجي دك مدوك وا دد ايديفون وا دد اد ادك دد كان كوفر قلبد ولا دحقل كرا شابي لذا دحي شابي لذا هو صبيا لذا جينين أنا حتى قلنا شابي لذا دحي شابي لذا هو صيانا لو دوينين حمرا يصوحك تا يا لو دوينين يا لو دوينين حمرا يصوحك تا يا لو دوينين حتى نلاي هاي هل دجيو حانا لغا ورخبا وحي سميحا يعني تلا إيغات هاي بايدا بايا لذا جينين عيدا ما دانسو صعدان ولا شيء هادي لا على إنا قد هادي اللي علي كرنا هبا اللي علتمو باهنين ناليرا عيدا ما لوك إنا هاد النو كنتين وما باهنين أنا كام عيدا ما دين حبي مركا وحان سياسة فقوة سياسة فق أو سياسين تين عيدا ما دا مالك المقدشة سو قلاين لقى فكرة واي واتي نها يعني هاد عيدا ما دا ما كي كلا جمعين المقدشة اللي سو قليو سان لي يلايو أرقى حسادة مركا سيحو غيسة ووحلو قصوتش طيب واش شاي او شقاس كو وخي كو سو تشتين وا اديغو سو قاده روبلو وا اديغو حس الشيخ سو قاداي وا اديغو وخا سو قاداي نيكل لي عبد الرحمن عبد الشكور وا هو يعني نما كان انو ما سو جلشين وخا واي اسدبا جوغان وخا اسدبا جوغا اسدبا يالا واي غوميسغا ميعيهيس انا اوغينا واي سومالي اني اوغاتو غوميسغا ميعيها او لا سو باخاي اني اوغاتو قف انت ودن كذا كسر ضوضاء شو ودن كلا دفاع إذا ما جرتوا سومالي سومالي يا رتا يدي شجع قف أنت ودن كلا كذا كسر ضوضاء شو كذا كود حماسه ما جرتوا نول بدن وكلي هاي نول بو على ديدان سومالي وصو كذا وعلى ديدان دبعته والبو على ديدان وعلى يا مدح وينها هكفري جبناه ويعني أنا هاد الطلال اللي إجت هادو قبل وراو سياسة وأو سياسة هادو أو سياسة أنا أسامي إج سياسة في عنو ما أنت ما شاء الله تبارك الله كل حجرو بعيش إلو سأني جا طلادة ولا قطع طلادة ولا الك ولا قطع شعب كتلي دي سؤال دقيس تا وحلاي هاي طلوا هاي إجت هدي هدي لعلي كوريا إنجليز نو إيماني يو نو إيماني وح نو قبته مجرتو وح أو نو صمي مجرتو عيدا مو لسه ماركن وحو سميه ماركن عيدا ما لوقت اول جوغن واحد دغ على ماي ماركن ظلم اي كبر اي وحواي وحبا دن با لغله وحبا ان لا كلا فرفر الله ربا وحا ليهي حلقه دكتونا دو سومالي نو موجدا سومالي قوت لها سو سوتو الا كفر اي وقوي اسك دافه سومالي د جلين كدح سو سوتو الا ايتوبيا واي بربرتي هذا إيد إثبات بعد سواي هذا إيد قبيل أنت كوي إنك الصومالي قبل قلن كده فيه إيه هدي حتى العدادي أو يكر لك عدادي أبي أحمد رابين إنه عيدا ما بستو صو صعدة نو إمادة مقدشة نو إمادة وإذن الله بسا وإذن التوبرة على الصومالية واح كلادهين أد كلادهين وإذن التوبرة نب هدو يماد هدو وبحيسين سمط إذن يكون مطالو دريس كابا دليهيسين marka idin la tababaro dariska bedelaysiin we bedelaysiin markaas ciidama gabalana qaysiin hadii la calo dib yimaado Itoobiya dib ka yimaado waaye haddoo dib ka imaanina askari Soomaaliyeed aad tahay tababarka qaata wiilasha dhalinyarada ha ku biiraano gabdhaha ha ku biiraano military ha la wada naqdo waxaana loo naqaa ma taqaana Itoobiya burburkeeda waa bilaawday dibaatadeedu waa bilaabatay dibaato waxa la yiri fidna hurda ninka kaciyana allah na cala door nabi maxamed fidna hurda kacday fidna haday kacdana waa ogtiin anaka macaan dudumiye jabaad yaro waxa ka timid itoobiya ka timid ana dudumisay
dadka markuu dhexdooda shaqaaqo ka bilaabato ma danto, mana la kala adkaado, ma la kala adkaado waddanka lee burburaayo. Dadaa dhahaya ciidamada Itoobiya xoogay leeyihiin, duqeenaa lagu dhameey been. Ana hata waxaan ku leeyahay wax la kala adkaahayo ma jirto hadda waddanka shaqaaqo ka kacdo. Isku tashta, gobolkiina dhista, ciidamadiina dhista, dadnimadiina muujiya, yacni kulli ciidan ha la wada naqdo. Soo hadhow gobolkiina idinku badbaada hadday Itoobiya burburto. Inta waxaa idinka xigta 20 milyan oo oroma a idinka xigto. Inta canfar oo xaasad niig ah niigu xigto. Labada dhinac waa idinkala xigaa. Aqliyaasta, aqliyaasta, aqliyaasta idin leeyahay. Ciidamada hala dhiso, haddii cadaadis jirana soo socdo, soo socdo Muqdisho imaada. Anakaa idin dhisaynay Muqdisho imaada. Qorta had inta waxa uu shaqeynayso dowladda Soomaaliya dhib ma laha u shaqeyn. Haddii dhib kala yimaada gobolka dhib waa dariska waa bedelahay. Ciidan gobol aa naqaysa, sumad kuguma taalo, inta sumad kaagama taalo. Ciidan gobol aa naqaysa, waana badbaasay gobolkaada. Marka saasaa idin leeyahay, waxaa idin leeyahay Soomaaliya guli iyo gobonimo waxaa idin leeyahay. Waana kasii baxay insha allah, casir wanaagsan idin leeyahay. Intaasaa usoo galay inaan sheego insha allah bidnillah. Lakin waxaa laga guli iyo gobonimo, Soomaaliya ha noolaato insha allah. Wacalaykum assalaamu calaykum waraxmatullaahi.